المهم البنات كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو غادي نوريك كيفاش تبدا المشروع ديالك بدون راس مال، يعني ما غتحتاجيش بزاف ديال الفلوس، غتحتاجي تليفون وانترنت وشويه ديال الذكاء. الموقع اللي غنخدمو فيه سميتو اتسي. هذا الموقع موقع عالمي مشهور بزاف، كاين بزاف الملايين ديال الناس اللي كتستعملو هذا الموقع. هذا معروف بالمنتوجات اليدويه، يعني كتحطي فيه اي حاجه مصنوعه باليد كتحطيها فيه وكيجيو كيجيو الناس يعني كيعجبهم داكشي وداك كيشريو عليك. هذا الموقع هذا تقدري تحطي فيه ملابس، احذيه، اكسسوارات، مجوهرات، اي حاجه درتيها بيدك كتقدري تبيعيها فيه. يعني الا كنتي كتعرفي تخيطي ولا كنتي عندك شي موهبه رسم، اي حاجه كتقدري تحطي داك المنتوج ديالك تما. المهم البنات اول حاجه غادي تدخلوا الموقع ديال اتسي، غادي تدخلوا غادي تسجلوا فيه، غادي تسجلوا بالفيسبوك ديالكم ولا الحساب، المهم اي حساب كان عندكم. غتدخلوا الحساب ديالكم، من بعد غتكتبوا الاسم ديالكم، سواء كان الاسم ديالكم الحقيقي سواء كان اي اسم بغيتو، ومن بعد غديروا المود باس. من بعد البنات ملي كتدخلوا كتمشيو لديك التوشيه اللي الفوق، هاني كليكيت عليها، غادي تدخلوا هنا غادي ديروا اشمن لغه يعني غتستعملوا، وشنو هذيك اشمن بلد نتوما فيه، والعمله اللي العمله اللي كتخدموا بها. من بعد البنات هنايا كيقول لك خاصك ديري اسم المتجر ديالك، غتختاري اي اسم بغيتي، مهم خاصو يكون اسم يعني غيبقى لك ديما، يعني خاصك تفكري وديري شي اسم اللي مناسب للمتجر ديالك باش الكليان يجيو عندك. هنا البنات خاصكم تدخلوا المنتوج ديالكم، المنتوج ديالكم خاصكم تصوروه يكونوا شي تصاور زوينين وباينين، وكنصحكم انكم ديروا ما ديروش غير تصويره وحده، ديروا شي 5 تصاور اولا 6 علاش لا، المهم خاصهم يكون بزاف حيت الزبون اللي كيجي يشري عليك خاصو يشوف داك المنتوج مزيان باش يشريه. هنا انا خديت هاد التصويره غير باش نوريكم وصافي. المهم البنات ملي كتحطوا داك التصويره هنايا خاصكم، واخر حاجه البنات كتخرج لكم هاد الصفحه هذه باش تعمري فيها كاع المعلومات ديالك، النمره ديال التليفون ديالك، الاسم، البريد الالكتروني ديالك، مهم اي حاجه كتعلق بك كتحطيها هنايا وكتختاري كيفاش بغيتي تخلصي. المهم البنات شوفوا هنايا حطيت لكم هادو بعد الناس اللي كيبيعوا هنايا، شوفوا يعني كاين كيبيعوا الكسوه، كيبيعوا اي حاجه، يعني اي حاجه دارت بيد كتباع. كيف ما قلت لكم البنات تقدري تبداي بشي منتوج ليكم بسيط بشويه بشويه حتى تكبري المنتوج ديالك. هنا البنات شوفوا هاد القنطوره هادي عندنا في المغرب رخيصه بزاف، هنايا كيبيعوها بشي ثمن اللي خيالي 38 اورو، وبزاف الناس اللي شراوها 16000 واحد اللي شراها، يعني تخيلي هذا اللي كيبيعهم شحال غيكون الربح. هنايا شوفي كاع هاد الناس هادو اللي شراوها يعني كتجيهم شي حاجه، حنا في المغرب عندنا رخيصه بزاف، وكاين هما كيجيهم يعني شي حاجه كيخرجوا بها وكيحتفلوا بها، يعني كيعجبهم بحال هاد الحوايج التقليديه، يعني حتى هادي شوفي 56 اورو حنا في المغرب ما تكونش واصله بحال هاد الثمن. المهم شويه بشويه
وحاجة أخرى البنات راح تقدروا تروجوا للمنتوجات ديالكم سواء في إنستغرام ولا فيسبوك ولا كانت عندك قناة هكا غتعرفي أكثر وغيجيو عندك بزاف الكليان. المهم البنات هنا غنسالي الفيديو ديالي، لما فهمتوا شي حاجة ولا كان عندكم شي سؤال تقدروا تجيو عند الإنستغرام Thank you.